وإلى البورصة المصرية التي أنهت تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسة الأسبوع بتراجع جمعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب وسط أحجام تداول ضعيفة. خسر رأس المال السوقي 7.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 635.3 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9612 نقطة ليغلق عند مستوى 9439 نقطة منخفضا بنسبة 1.8%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1800 نقطة ليغلق عند مستوى 1778 نقطة منخفضاً بنسبة 1.21%. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2661 نقطة ليغلق عند مستوى 2629 نقطة منخفضاً بنسبة 1.21%. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 18.71% جنيها للشراء و 18.78% جنيها للبيع. اليورو وصل إلى 19.65 19.74%. الجنيه الإسترليني 22.91 23.1%. أما بالنسبة للدرهم الإماراتي ف 5.9 5.11%. أخيرا الريال السعودي 4.98 و5 جنيهات.